وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قاي سلطانه، الودي برهانه، المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه، صلى الله عليه. تعالى مسدود مشانه، خلق خلقا لحكمة وتعليه علمه، ومسد له من فيض المنة ما جرس به في أقداره القسمة، صلى الله عليه. وأرسل لمشرع خلقه وجل عبد الرحمة، تألقت سرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والبيوت، صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان، سرورة كاملة دارت في هيكل محمود، فتعذرت بوجودها أكناف الوجود، وطرست برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا أحمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم كسر الواس، تجلي قضاء شرفته في القريب والساس، صلى الله عليه. وله الحمد الذي لا تنحسر افراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة درداد، حيث أبرج من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، صلى الله عليه. يتشرف بوجود ثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب مريب إلا من سوابه، فضل الله على هذا الحبيب، صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أمل على من والى، جل من شرف الوجود بنور ومرى الكون بهجة وجمالا، صلى الله عليه. وترقى في الحسن على مقام، وتناهى في مجده وتعالى، لاحت العيون في مثلته بشرا كاملا يزيح ضلالا، صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في سنه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعزز عن وصف اللسان، ويحار في تأكل معانيه الجنان، صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود الخلق نور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يا رحيم. فمن فجأة هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من أنا من أنا من أنا لولاكم، كيف ما حبكم، كيف ما أهواكم. من أنا من كيف ما
حبكم كيفما أهواكم. من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما berakhlak kemuliaan berkat.